طيب قلت لكم قبل الفاصل انه اجتماع اللجنه الخماسيه مع اعضاء القسم الاول وانديه القسم الاول مختلف عن القسم الثاني. القسم الثاني عصروا بقى الموضوع، يعني القسم الثاني انديه القسم الثاني رؤساء الانديه كان عندهم وقفه على تفاصيل كتير جدا جدا. طيب اتناقشوا في اللائحه واتناقشوا في امور كتير، وبعد ما اتناقشوا وبعد ما بقى في اتفاق مبدئي المفروض ان هم اللجنه الخماسيه قالت لهم طيب وقعوا بقى على الورقه ديت علشان خاطر نبقى عارفين دي موافقاتكم بشكل مبدئي على الامور اللي احنا اتناقشنا فيها والامور اللي احنا استعرضناها واتكلمنا فيها. فبدات الانديه تباعا تبتدي تمضي لحد ما ممثل احد الانديه شاف ان الورقه فيها جزء كبير فيه فراغ ابيض، فقال لك لا يا جماعه ما انتوا لازم تظللوا الحته البيضه دي علشان لا يضاف شيء بعد ما احنا ما نمضي. هنا حصل شويه شد شويه جذب كده انه الاستاذ عمرو الجنايني والاستاذ وليد العطار فوجئوا بالموضوع ده، فحصل شويه ارتباك كده في المشهد. كابتن محمد فضل دخل في الموضوع وكان منفعلا جدا وشعر ان اللي حصل ده فيه نوع من انواع كده، يعني ايه يعني انتوا بتخونونا كده، فراح مقطع الورقه بدل ما يظللها، فالناس اتضايقت اكتر، فراح عاملين بيان برفض كل حاجه في كل حاجه. هعرض لكم دلوقتي حالا البيان اللي نزلوه خلال الجلسه واللي وقعوا عليه بالكامل كل انديه القسم الثاني، اهو قدام حضراتكم على الشاشه بيان. اجتمعت انديه المجموعه الثانيه لدوري القسم الثاني مع اعضاء اللجنه الخماسيه باتحاد الكره لمناقشه تعديل اللائحه الخاصه بالاتحاد، كذلك مناقشه اقتراحات استكمال المسابقه. وقام السيد عمرو الجنايني رئيس اللجنه باستعراض وجهه نظر اللجنه من خلال رؤيه الدوله ووزاره الشباب والرياضه الخاصه باستئناف النشاط الرياضي، وتناول رئيس اللجنه الخماسيه اقتراحات تعديل لائحه الاتحاد وموقف مسابقات القسم الثاني. طلبت انديه المجموعه الثانيه للقسم الثاني اللي كانت موجوده النهارده خلال الاجتماع بضروره عدم استكمال الدوري المتوقف بسبب فيروس كورونا وضروره التفرقه بين التاكيد على عوده نشاط كره القدم وبين استكمال الدوري المتوقف حاليا. واتفقت الأندية على التالي: 1. استكمال المسابقة يشوب العديد من الصعوبات والتي يستحيل معها استكمال الدوري المتوقف، وقد يعرض منافسات الموسم القادم للمخاطر من وجهة نظر الأندية. 2. الأندية الحاضرة أثبتت موقفها ومنحت اللجنة مهلة لعرض وجهات النظر على الجهات الجهات المسؤولة، عشان بس الصورة عندي هنا بعيدة قوي، واستكمال المناقشات مع باقي الأندية وهي إلغاء الدوري المتوقف ووضع حلول جديدة تحقق رغبة الدولة في استئناف الأنشطة وتعطي الأندية وتعفي الأندية من كل المعوقات التي تم طرحها لاستئناف المسابقة. وطالبت الأندية الحاضرة بضرورة أن تعرض اللجنة المؤقتة القرار على الأندية لمناقشتها قبل صدور القرار الرسمي. اتفقت جميع الأندية على تطبيق مبدأ عدم الإضرار بمصالح الأندية التي تنافست على الصدارة أو الأندية التي تصارع لعدم الهبوط في الموسم المتوقف، وذلك لأن المسابقة قد يشوبها العديد من المشاكل والأزمات. واتفقت الأندية على عقد اجتماع آخر مع جميع أندية القسم الثاني لمناقشة قرار جماعي، وذلك في يوم الاثنين المقبل. توقعات بقى نادي الترسانة، نادي مصر، سيراميكا كليوباترا، نادي الزرقاء، نادي النجوم، بتروجيت، جمهورية شبين، نادي القناة، ودي كل التوقعات هي قدام حضراتكم.